يا ابو زند، طول عمرها الناس تختلف مع بعض وتمشكل مع بعض وترجع للمصالح، وهذا احنا قاعدين في بيت المرحوم ابو حاتم رحمة الله عليه. الله يرحمه. فالدنيا رايحة، فأنا شايف يعني قعدتنا مع بعض هاي فرصة إلى نتفاهم ونصافح. مثل ما قلت لك يا ابو شواح، أهل البلد ناس طيبين وحبايب، وما في حدا بيحمل حقد أو ضغينة على أي حدا. مش كلهم يا مختار، في منهم باع ضميره وفي منهم باع أرضه، وأنت يا جلاد ما عرفت من أهل القرية إلا اللي على قد إيدك وبمشوا لك مصالحك. يا أبو سند، أنا ما بدي تفهمني غلط، أنا رجل صحيح لمصالحي في القرية، بس بهمني كمان يكون في بيننا احترام متبادل. الاحترام المتبادل ببين بالمعاملة بين الناس، واللي صار على النبع منك ومن رجالك كان السبب بموت صاحب هذا البيت اللي احنا قاعدين فيه. تسمحوا لي أتدخل شوي يا عم فلاح. لما انحرقت بيارتك قلت السبب جلاد بيك، لكن لما انهدت دكة المي تبعت جلاد بيك ما قال انه عم فلاح هو السبب. مدام موضوع المي والدك انفتح، هو بيعرف انه ما له مي عندي، ولا هو ولا غيره بيقدر يمنع المي عن اهل القرية. ومن يوم طالع اللي بده مية باخذها بشروط. شروط؟ بس ابو سند، انا واحد من اهل القرية وما حدا يملي علي شروط. حتى اللي عمره من عمر القرية وما عنده مية بده ياخذ المية بشروط، واللي بده بده واللي ما بده يروح يدور على مطرح ثاني يجيب منه مية. هاي القرية بتضل لأهلها واحنا اللي بنشرط بيها. اسمحوا لي يا اخوان. تفضلوا استاذ ياسر، تفضل. وفي حل للي ما عنده مي. ايش هو الحل؟ انه يضمن ارضه لاهل القريب. هذا اللي طلع معك استاذ ياسر؟ انت رجل مدرس بتدرس الاولاد في المدرسه، هذا الشيء ما تتدخل فيه وما لك فيه، او بتضل ارضك باعله. لو سمحت يا استاذ ياسر، خليك محضر خير، يا بتقول كلمه خير يا بتسكت وخلاص. هي كلمة الخير ما بتنحكى إلا إذا حكينا على هوا أبو شواب. إذا بده الصحيح ما إله مي بالقرية. يا أستاذ ياسر هونها شوي، إيش الحكي اللي بتحكيه؟ يا أخي معه مصاري يشتري المي مشترى. أستاذ ياسر أنت رجل غريب، خليك مؤدب والزم حدك وخليك محضر خير أحسن. ترى أنا راسي موجعني وأنت من الأساس مش نازل يمسك. اسمعوني شو بدي أحكي. الأستاذ ياسر مش غريب، هذا معلم المدرسة اللي بيقري أولادنا وبيعلمهم القراية والكتابة. أما الغريب اللي بيرمي الفتن بين الناس، اللي قاله الأستاذ ياسر أنا قابل فيه. اللي بده مية بيدفع ثمنها، وثمن المية بيروح للمدرسة عنده الأستاذ ياسر. هاي فهمناها، لكن كيف المي راح توصل لمزارعنا؟ بنلاقي لها. أنا موافق، ما عندي مانع، بس ما بدي هذا الكلام يتغير كل ما اثنين اختلفوا مع بعض بالقرية. لا 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 لا، مش راح يتغير.